سيطرتهم وشكر إرجاعي في غياب الرقابة الدفاعية كاد يعطي الأسبقية الفريق. إرجاعي مرة أخرى في التوزيع والمتابعة هذه المرة لحار جاسم الخلوفي. ربع ساعة أخير من الشوط الأول اقترب فيه زملاء شاكر البرقاوي من أحداث الفارق والضغط على ابن جرجيس وإرباكم، ورجعي أثر العملية كاد يغلط حارس بن أيوب. الهمامي ما كانش الحظ إلى جنبه عشية اليوم ورأسيته فوق المرمى بقليل. محمد علي منصر هو الآخر جرب حظه في التصويب وكورته كاد تغلط بن أيوب. وأبرز عملية كانت في الوقت البديل من الشوط الأول، كرة تلعب بسرعة إذكاء كبير الحمزة يونس في التمهيد وشادي الهمامي في موقع مناسب للتسجيل يضيع فرصة افتتاح النتيجة وتعادل بدون أهداف في نهاية الشوط الأول. مقابلة متوسطة، شوط متوسط، غياب الجمهور تقريبا أثر، تقول مقابلة ودية معناها ريتم ناقص، ثم خطر شوية في الكرة الثابتة. بداية الشوط الثاني كانت بتغيير أول في صفوف السي اس اس، الحداد ياخذ مكان بوشنيبة. اللحظة الأولى تألق فيها الحارس بن أيوب اللي كان بحق رجل اللقاء. بن أيوب في محاولة أولى يحرم برشاقة غازي شلوف من الوصول لشباكه، وفي محاولة ثانية يحول كرة حمزة يونس للركنية ويأكد الجميع قيمته الفنية والبدنية. ياسين بوشعالة يعكس الهجوم وتدخل ناجح من محور دفاع النادي الصفاقسي محمود بن صالح والحارس الخلوفي. 17 دقيقة حمزة يونس يصوب وكورته على العرض الأفقية. علي المعلول يبحث على طريق الشباك وكورته مرة أخرى تحيد على شباك بن أيوب. الحوار الثنائي يتواصل بين بن أيوب وحمزة يونس، وبن أيوب التألق كان ليه في تحويل الكرة للركنية. 30 دقيقة منعرج اللقاء، مخالفة يتحصل عليها بوشعالة وشاكر الرقيعي بذكاء كبير إغالط الخلوفي ويمضي مؤقتا على 3 نقاط لأبناء الليلي. كرة ثابتة وهدف أول في المقابلة لفايت الترجي الجرجيسي. الإمضاء اللاعب شاكر الرقيعي. نتيجة جعلت الكوكي يلعب ورقة توري. كوتشينج كان ناجح وناجع، ودقيقة بعد دخوله كرة الدور كما ينبغي بين لاعبين نادي الصفاقسي ترجع من الحارس بن أيوب متابعة من توري وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق 1-1 بعد 80 دقيقة لعب، وهدف أعطى الحيوية لأبناء النادي الصفاقسي. هدف توري بالمناسبة أثار احتجاج أبناء جرجيس وخاصة للمدرب شهاب الليلي. صار مخالفة مع الحارس مرمى في قضية قانون دولي مش قانون تونسي فقط. حارس مرمى تمسه مسان في 6 أمتار في 5.5 متر هذيك مخالفة مهما تكون الظروف. اللقطة اللي طالب فيها 1-1 الترجي الجرجيسي يوضع حد لسلسلة نتائجه السلبية وأيضا يوضع حد لانتصارات السي اس اس الأخيرة. تعنا الكو ما نعرفش والله مانيش سور معناتها بيلانتي في الاخر ولا نتاع حمزه ما يظل بيلانتي اللي بالنسبه لي نحن معناتها ضيعنا 2 نقاط سورتو لي كونكورون ديريكت نتاعنا على التروازيام بلاس وعلى الدوزيام بلاس معناتها اللي هما ربحوا. في بالي نجم الساحلي ربحت والكلوب ربحت واستاد ربحت، دونك ما علينا كان نزيدوا نخدموا. انا لقاء قفصه تو ان شاء الله حد الجاي في قفصه لازم نحضروا له باش نروحوا 3 نقاط. نعتبره انا نيل ايكيتابل بون بور لو مورال باسكو انا ركوني ليكيب اكثر من النقطه اللي خذيناها اليوم. سي ليكيب في لاغريسيفيتي في لانجاجمون في لاباتاج في لا ريغور تاكتيك في النقاط هذوما. اليوم جاي ركوني مون ليكيب اللي هما 2 ماتشات الاخرانيين اونيتي با بون. ديما حبيبات وحنا هذه الكره هي 90 دقيقه والناس الكل نوليو خيان وان شاء الله موفق للنادي الصفاقسي موفق للترجي الجرجيسي. لأن كانت هذه مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس عندنا فيها حالات هذه عندنا لقطتين نجم نشاهدوهم. اللقطة الأولى هدف تعادل بتاع النادي الرياضي الصفاقسي كان نشوفوا اللقطة كان حاضر الموفيولا اي حاضر اللقطة ولا نرجعوا لها بعد شوية ما يسالش باهي الله يبارك ناخذوا باهي يعطيكم الصحة. هنا وقاع ترفع الكرة حارس مرمى داخل منطقة الجزاء، المهاجم يقوم بالخطأ عليه وزميله يسجل هدف، وهنا المفروض على الحكم كان باش يلغي الهدف ويعلن على مخالفة. نشوف هنا كيف تمت أولا باليد اليمنى ثم باليد الثانية وبجسده كامل، وزميله خذا الكرة بعد ما سقط الحارس أرضا وسجل هدف، الهدف غير شرعي وكان المفروض إعلان ضربة مخالفة لفايت حارس مرمى ترجي الرياضي زرزيس. الحالة الثانية
انا نشوف هجوم نادي رياضي صفاقسي لو نتبع ليس هناك تسلل، تقدم المهاجم ان شاء الله ثم زوم باش نشوفوا اللقطه ان المدافع حاول باش يمسك المهاجم ثم قام دفعه وكان المهاجم في حوزه الكره والمدافع وراه، وهنا حاول باش يمسكه ثم قام دفعه وهناك خطا وكان المفروض على الحكم اليون ركله جزاء لفايت النادي الرياضي صفاقسي. هذا كل ما عندنا. يعطيك الصحة سي علي. ذولي عنا تليفون من عند سي الهادي الأحوال، الليلة هاي كلها تليفونات. تفضل يا سي الهادي. بارك الله فيك. مرحبا بك يا سي الهادي. مرحبا بك ومرحبا بالضيوف نتاعك. عايشك. مرحبا يا سي الهادي. عندك مطعم؟ بربي أنا بدي ندخل بسيد مش نجاوب سي نائب رئيس تاع قابس. أنا هو ماهوش موجود الآن وحاول بسرعة شوية يا سي الهادي، مازالوا عندنا ثلاثة مباريات. على الأقل خلي حد يسمع العباد. أنا المكتب الجامعي هذا مش شرعي، والمكتب الجامعي هذا يزكي، وقت هو من الناس الأولانيين ومن الناس اللي صوتوا وزكاوا كيما قال هو المكتب الجامعي هذا، معناتها على الأقل الواحد كي يعمل حاجة، ما الناس مش ناس كل تركب على الثورة وتركب على الأحداث وكل، معناتها مكتب جامعي معناتها مش مزكي، هذه على الأقل قولوا المفروض هو ما كانوش كلام يقولوا خاطر هو من الناس اللي صوتوا و المكتب كيما قالوا كاو اما بالتجويد حتى المكتب الجامعي هذا ومن الناس الاثنين اللي المكتب الجامعي هذا معناتها هذا التوضيح. واليوم بعد الصوت مش واضح برشا يا سيدي هادي لكن فكرتك وصلت. نعم الصوت مش واضح عندنا برشا يا سيدي هادي لكن فكرتك وصلت. شكرا لك يا سيدي هادي. بارك الله فيك. عايشك. إذا نمشيو مباشرة لمباراة الأولمبي الباجي والنجم الرياضي الساحلي مع خالد بن يعقوب، محمد علي بوزقار، وجلال يوسف، ووسيم الحنشي. ارتحلكم يا ذولي الامن مباراه هكا بالجمهور. صحيح ربما يتراءى للبعض كونه المقابلات بدون جمهور سهله بالنسبه للامن، لكن بصفتي كمسؤول امني نقول لهم عكس ذلك، لانه مثل هذه المقابلات تكتسي صبغه خاصه من حيث التحضير، قراءه الميدان، وخاصه في المعاينات. وكما تعرفوا انتشار الوحدات وتمركزها في المحيط القريب والبعيد من الملعب تم مراجعته مراجعة دقيقة. ما نساوش كذلك النسيج الأمني فصل البلاد لحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. بعد تعثر صاحب الطليعة عشية الأمس في مباراته أمام القوافل لملاحقه المباشر فرصة لتقليص الفارق. محمد، خسارة الترجي البارح في حد ذاتها موتيفاسيون كبيرة لكم انتم في مباراة اليوم. بيان سور مي صحيح، معناتها حاجة بالنسبة لنا احنا حاجة باهية كريزولتا اللي عملوه هما، لكن لازم نخمو في رواحنا قبل ما نخمو في لي كونكيرون نتاعنا. اللي يهمنا نحنا باش ناخذوا لي تروا بوان نتاعنا باش النتيجة نتاع البارح تكون في صالحنا نحنا ان شاء الله. موضوع الساحة في تونس اليوم على النجم الساحلي هو الكاف وعقوبات الكاف والعقوبات اللي تنتظر في النجم الساحلي. نجم الرياضي الساحلي مش معقل، نجم الرياضي الساحلي ديسكاليفي على ما وجد في الفيد ماتش نتاع المباراة، انه نجم الرياضي الساحلي مش موجود في المباراة، دونك بروسيدور نورمال معناتها نجم الرياضي الساحلي يعتبر منهزم. وكان شفت انت حتى ثبت معناتها في التقارير الرسمية نتاع الكاف بعد مباراة يقول لك إلى أن تعقد جلسة 14 ماي للكوميسيون انتر كلوب اللي باش تتطرق الموضوع ملف النجم الرياضي الساحلي. لكن منافس النجم في هالجولة يعيش وضعية صعبة وما يكفي في اللقاء كان الانتصار. سي مختار، تطورات كبيرة 10 اولمبي البيج وسط الاسبوع برحيل سي سفيان، شنو هي الاسباب الحقيقية رحيل؟ والله الاسباب الحقيقية انه لو كورون باس بلو معناتها مع لي جوار، معناتها سفيان عنده ان كومبورتمون هكا ان بو ريجيد، وعندنا جوارات افيك لي ديفات افيك لور فراجيليتي بسيكولوجيك، دونك كلي لو كورون ما باس با افيك افيك لوي، دونك هو بدو تفهم و باش يواصل سي الهادي ولا قاعدين نشوفوا في مدرب اخر ولا شنو؟ والله ماذا بينا ان شاء الله ربي يوفقه اليوم وبوركوا با يقعد هو، معناتها يقعد تثبيته. انا اون فيرا اون فيرا مربوط بنتيجه اليوم. اون فيرا بعد الماتش اون فيرا، فهمتني؟ فما نشوفوا ان شاء الله بعد الماتش. انا وجوارات معناتها الناس كل متجنده اليوم، لوبجيكتيف واحد
صحيح بعد رحيل سي سفيان معناتها نتمناو له كل خير. اليوم وضعت الجمعيات تحتم علينا معناتها انتصار ونعرف السيتياسيون تاع بيجا معناتها مرتبه الاخرى. كيلك سؤال ادفيرسير محضرين معناتها كل ما يلزم معناتها موتيفينا للجوارات الكل. بقدرة ربي ان شاء الله ما فما كان الخير. الحكم سليم جديدي هو حكم اللقاء اللي مع بدايته اظهر كل فريق رغبته في التهديف. دانيلو من جانب النجم وزيدان يتصدى وخليل الجلاسي من جانب الاولمبي والمثلوثي في المكان المناسب. مع بدايه اللقاء النجم يحاول طريقه الضغط على حامل الكره، لكن من لاعبيه الاولمبي الباجي عرفوا كيفاش يتعاملوا مع هالوضعيه، تمريرات قصيره وصعود جماعي للمناطق الاماميه. المساوي يحاول يباغة الحارس المثلوثي والكرة بصعوبة في الركنية. الحارس أيمن المثلوثي تضرب قدام حارس النجم وخطأ مرة أخرى. خليل الجلاسي في التنفيذ وفخر الدين قلبي من غير رقابة بالرأس يسجل ويعطي الأسبقية للأولمبي الباجي. هذا اللي كنت تقول فيه منصر. ست دقائق بعد النجم ينظم صفوفه، كرة في العمق من حاتم البجاوي لأحمد العكاشي، الأخير يتخلص من المدافع أنيس مطار باشا وبداخل الرجل يسدد وهدف جميل في شباك الأولمبي الباجي. أحمد العكاشي وهدف ممتاز. زوز أهداف في ظرف ربع ساعة لعب وكل شيء ممكن في هاللقاء. كرة في العمق من عادل الشاذلي للعكاشي، تصويبة أولى على القائم، وائل بن لكحل في المتابعة والدفاع يتدخل. سيطرة النجم كانت واضحة فوق الميدان، والعكاشي اللي كان نشيط في هالفترة كاد يحدث الفارق في هالمرة بعد ما صدمت كورته بالقائم مرة أخرى. وفي المرة الثانية الحارس زيدان يتألق ويفسخ هدف محقق. كرة أخرى للنجم وفي هالمرة على أثر كرة ثابتة وتصويب دانيلو جانبية. في أواخر هالشوط ركنية للأولمبي الباجي، المثلوثي يتصدى، الهجمة تصبح معاكسة وتصويب العكايشي فوق المرمى لينتهي بعد هالشوط بالتعادل هدف مقابل هدف. دكتور سيف غزال لاباس؟ والله كما كنت نحكي توا سيتون معناها ليزيون دو طوندون داشيل، معناها كما نقولوا احنا لافاس بوستيريور دو لا شوفي. سيتون كونتيزيون ان شاء الله تكون اون كونتيزيون بنيني، خاطر غدوه ان شاء الله نعملوا الفحوص معناها اللازمه الكومبليمونتير ليزيكزام كومبليمونتير باش نحدوا خطوره الاصابه بالضبط. لكن ابريوري سي اون كونتيزيون معناها بنيني سي با. قداش تستحق؟ غدوه ان شاء الله نحدوا بالضبط، ما توا كيما تعرف ابريبري اون سيمين تقريبا ماكسيموم. في الشوط الثاني وبعد خروج سيف غزال المصاب النجم يواصل سيطرته، وائل بن لكحل في محاوله هجوميه وكورته فوق العارضه. بعدها العكايشي يعمل كل شيء في هالمرة، التوغل المراوغة والتمرير في المكان المناسب، وياكوبا يستغل كما يلزم وهدف ثاني للنجم. الهدف الثاني لصالح النجم الساحلي. بصراحة الكورة مزم هدف لصفر عدل ثم أضاف هدف ثاني تشاهدوا منصف الإعادة شوفوا نفس العملية يبعد على نسمة الباشا في وسط الدفاع أربع أو خمسة مدافعين تمشي الكورة فماش ما في هذا. بعد تأخره في النتيجة الأولمبي الباجي في محاولة التعديل ورأسية الحاج فرج جانبية. بعدها المساوي بكل سرعة ينطلق، الملعابي في المتابعة، مهاجم الأولمبي بفضل خبرته يتحاصل على ضربة جزاء، والحكم الجديدي ينظر مدافع النجم. المساوي بكل ثقة يتقدم ويعدل النتيجة 2-2. تسابق وتلاحق والحظ في هالمرة يكون الجانب الأولمبي الباجي. الحارس زيدان ينجح في التصدي لمحاولة العكاش، اللعب يتواصل ورأسية دانيلو جانبية. ضغط النجم تواصل واللعب انحصر في مناطق الأولمبي الباجي والفرص أصبحت تهدر بصفة غريبة. اللاعب البديل الجزيري في محاولة التوغل، المدافع العابدي في الاعتراض، والحكم الجديدي ينظر مهاجم النجم بداعي التمويه.
ثلاثة دقائق بعد نفس السيناريو يعاد بين الزوز اللاعبين، لكن في هالمرة الحكم الجديد يعلن على ضربة